الطبق بتاعنا النهاردة عملنا مثلثات من كيك الشوكولاتة. ممكن تعملوه على فكرة بكيك شوكولاتة جاهز اللي بيتباع في السوق، لأنه بيبقى طويل وإحنا محتاجين حاجة طويلة. بس إحنا وصفة بتاعتنا النهاردة بتاعت الكيك حلوة جدا، إن شاء الله تعملوها وتعجبكم. الوصفة بتاعتنا بس هي إن إحنا نقطع الكيكة بشكل معين بعد ما بنحشيها، وكتير مهم إن إحنا نخلي الكيكة في الفريزر عشان خاطر نقدر نتحكم فيها، ولما نيجي نضغط عليها الجناش ما ينضغطش ويتغير شكله. الوصفة سهلة جدا، شوفوا الفيديو وطبقوها وهتحبوها أكيد إن شاء الله. لنعمل مثلثات كيك الشوكولاتة نحن بحاجة لها كوبين من الطحين و200 جرام من الزبدة، 200 جرام شوكولاتة، ومعلقتين صغار بيكنج باودر، 5 بيض، فانيلا، كوب وربع سكر. أما للحشوة فنحن بدنا للحشوة 600 جرام شوكولاتة بيضة، كمان بدنا 200 مل من الكريمة، وبدنا شوكولاتة مبشورة للوجه، وكوب من عصير الكرز. طيب عصير الكرز طبعا ممكن نبدله بعصير عنب، اوكي، بعصير اناناس، ممكن ما نحطش خالص لو الكيكه طريه. هي الكيكه طريه فانا مش هحط، لانه الصراحه حسيت اني لو حطيت هو عصير العصير بس علشان يساعد الناس اللي بتطلع معاهم الكيكه ناشفه انها تبقى طريه ورطبه. ايوه بس تمام. طيب اول حاجه هنعملها، عايزين نعمل الكيكه. الكيكه دي بتنفع لحاجات تانية كتير مش بس الوصفه دي، فيعني اعتمدوها عندكم لانها كيكه فعلا حلوه. اول حاجه عندنا هنا الزبده هنحطها. حلو. مع السكر. تمام. هذا بصير اسالك سؤال، ايش الفرق بين لما الكيك اللي فيها زبده والكيك اللي فيها زيت؟ في كيكات نعرف بالزيت. طبعا الزبده ليها نكهه حلوه، والزبده شويه بتخلي الكيكه مش مكتومه، يعني ما تلاقيش فيها الفراغات دي. اوكي، عرفت أوكي. مش كيكه هشه زي كيكه الزيت اللي يعني مثلا الباوند كيك، ودول كلهم بيتعملوا بالزبده بتحسيهم، والانجليش كيك يعني البراونيز بالزبده. شايفه قد ايه نضغط. أوكي. انما الزيت شويه بيخليها فلافي اكتر. تمام. هلا بيضه بيضه. ما ردوا عليك. تمام. دلوقتي هنحط خلاص كده، ممتاز. هنحط دلوقتي الطحين اللي عندنا، وعندنا البيكنج باودر، وهنخلطهم. احنا بس ناقصنا كده الشوكولاته. اوكي اوكي اهي. تمام كده عندنا بس ناقص الشوكولاتة المذوبة هنحطها. طيب دي هناخدها الكيكة نحطها في صينية مربعة أو مستطيلة. تمام، يا مربعة يا مستطيلة. تمام، لأنك بدك تطلع مثلثات. عايزة مثلثات. أوكي. خلاص احنا كده الكيكه عندنا تقريبا جاهزه اهي اهي زي ما انتم شايفين. بس دايما نتاكد ان كله مختلط مع بعضه. خلاص كده تمام اهي. هنحطها زي ما اتفقنا في صينيه اما مربعه اما مستطيله، وهندخلها الفرن عشان تتخبز. اوكي، ندخلها الفرن على حراره قد ايه؟ درجه حراره 180، وبتقعد تقريبا من 45 دقيقة ل 55 دقيقة. لأن هذه بحسها من الكيكات اللي بتاخذ وقت بالفرن. طيب دلوقتي أنا هجيب الكيكة وهوريكم شكلها بيبقى عامل إزاي. بس قبل ما أجيبها خلينا نقول الجناش. الجناش الأبيض لأنه مش ممكن يتعمل على الهواء، لأن هو لازم عايز وقت طويل عشان يتعمل. ليه؟
لان احنا لازم نجيب الشوكولاته البيضة العيار اللي انا قايله لكم، بنكسره صغير قوي او لو مستعملين الشوكليت شيب، بنسخن الكريمه وبعدين بناخدها بنحطها على الشوكولاته وبنسيبها شويه 3 دقائق، بنقلبها بنلاقي الشوكولاته ساحت. تمام تمام، لغايه ما تسيح خالص لانها ما ساحتش، ندخلها الميكرويف شويه لغايه ما تسيح خالص. بعدين بناخدها نحطها في الثلاجه، لازم تسيبيها في التلاجة تقريبا من 4 لـ 6 ساعات. واو والله، عشان كده مش ممكن نعملها على الهواء، ده وقت طويل. من 4 لـ 6 ساعات بنسيبها، بس بنطلعها من التلاجة بنضربها بالمضرب اللي ده. طب ليه ما تعمليها فيديو؟ هذه فيديو صغير ممكن. بس بنضربها بالمضرب ده، بتبقى عاملة عندنا زي كده، هي بتكون ده شكلها، هذا القناش. تمام، بيكون ده شكله، بيجمد شويه. ده بقى بنقدر نغلف بيه الكيك، يعني بنقدر قبل ما نحط عجينه السكر نغلفها بالجناش، بنقدر اول ما بنحط الكريمه عليه نقدر ناخده ونعمل الدريب ده اللي بينزل من على الجناب بتاعت الكيكه، مش ساعات أيوة بتلاقي ده فهو ده بتاع، وممكن نحشي بيها طبعا الكيكه كتير، بيبقى طعمها لطيف والطف كتير من كريمه الزبده. صح، خلاص. طيب دلوقتي انا هجيب الكيكه اللي عندنا. طيب دي كيكة مستطيلة انا عملتها كده، كانت كده وحشتيها انت وحشتيها بالقناش كمان. اوكي ما هو برضو انا عشان اشتغل فيها لازم تكون باردة، لازم تكون باردة. طيب دي الكيكة اللي احنا اخدناها، هناخدها اوريكم بس هنعمل فيها ايه عشان نبتدي ندخل على الخطوة الاخرى. يعني جهزت الكيكة، هلأ بدنا نمشيها. الكيكة جهزت الأول، هوريكم هنعمل فيها إيه. عايزين نقطعها الأول، بنسويها من فوق، فهنسويها بهذا الشكل. دايماً لما نكون هنحشي كيكة وفيها كده يعني طبقات ومعرفش إيه عشان تطلع كويسة، نحطها في التلاجة أو في الفريزر شوية لغاية ما تسقع عشان أقدر أقطعها من غير ما تفتفت. آها صحيح. أوكي طيب، هناخد بقى دلوقتي الكيكه بتاعتنا دي وهنقسمها لثلاثه، يعني واحد واثنين، ثلاث طبقات، يبقوا ثلاث طبقات. اوكي، بعد ما نقسمها بثلاث طبقات هحشيها بالجناش بتاعنا. تمام، بعدين هحطها في الثلاجه، لازم الفها كده كده واحطها في الفريزر او في الثلاجه. اوكي، بس لازم تسقع وتتماسك قبل ما ابتدي اشتغل فيها. اوكي تمام، خلاص. طبعا. يبقى احنا هنعمل ايه يا حبايبي دلوقتي؟ انا هقول هنعمل ايه، ادي كده هنقطعها بالشكل ده وكمان مره. اوكي، وهنحشيها بالجناش اللي عندنا، هناخدها بقى نحطها هنا ونبتدي نظبط الاطراف. تمام، الاطراف دي بتتظبط وهي ساقعه. لو هي طبعا مش ساقعه ولا، يعني شايفين ازاي كده بتتقطع معانا. ايوه، شرط البروده يعني، لازم تكون ساقعه علشان اقدر اعملها كده براحتي من غير ما تتفتفت ولا تضايقنا. 100% تمام. شايفين ازاي جامده ومتماسكه؟ هذا اللي بدنا اياه. طبعا هي طريه جدا، بس هي لان احنا حطيناها في الفريزر مريحانا في التقطيع. هلا غاده، ورا ما خلص خلصنا ما بنرجعها على الفريزر، بنحطها بالثلاجه مو؟ خلاص. اوكي. اذا من كل مكان بدنا نخليها هيك يعني متساوية. متساوي. طيب هناخدها دلوقتي. ايوه، هقطعها كده من النص. كده تمام، خلينا ناخد دي كده هنا. هناخد من الكريمه اللي عندنا وهحط الاول قبل ما نعمل اي حاجه، عايزين نقطع القطعه اللي عندنا دي بطريقه يعني كده بورب، شايفه ازاي كده؟ هقطعها كده يعني تنزل كده. أنا مش فاهمة بس هلأ. طيب بص، قولي لنا كيف. شايفة؟ أها أها.
طب ليه كده؟ يعني بنلعب نتسلى. اوكي ايوه يا لولو خلاص كده تمام. طيب هناخد دلوقتي من الكريمه اللي عندنا ونحط شويه على الوش. هذا الجاينت الكيس الحلو كبير قوي. اكبر كيس قوي قوي قوي. اها ونفردها. لسه مستنيه النتيجه. انا نفسي اعرف ايش ممكن يطلع. انا عايزه اعرف برضه ومعاكي يعني. انا وانت حابين نعرف ولا لا يا عمر؟ حابب بدك تعرف؟ ما عارفه كلنا عاوزين نعرف حتى عبد الله رامي الكل الكل فيش حد ما بده. طيب دلوقتي احنا عملناها بالشكل ده هنبعدها هنوقفها كده هنا. ايوه كده. معلش كده. وبعدين هنجيب دي وهنحطها كده هنا بالشكل ده. اوكي تمام. فبقى عندنا هرم الهرم خوفه المثلث ولا منقرع؟ خوفه بقول لك عبد الله. ايوه اورايت. الحين فهمت. الحين فهمتي؟ لا فهمت شو بتعملي. استني دقيقة بس عشان ما تبصش مننا. مش هتبص. طيب دلوقتي عايزين نغطيها كلها بقى بالكريمة الزبدة اللي عندنا او بالجناش. اسفة هنغطيها كويس بالجناش. انت مش مثلث عاملة بتعرف تخيلتك تعملي مثلثات هيك بس طلعتي عاملة هرم. يعني ايه بقى مش فاهم. يعني هذا ايش بدي احكي دلوقتي اوريكي. هلا تبين. استني لسه مع التزيين كمان صح؟ بدك تحطي عليه اشياء. بس هاي ريحة الكريمة كتير زاكية الجناش. لذيذ طبعا. وعلى فكرة ريحة الشاورما بحب ابشرك انها وصلت. ايوه طلعت. فانت بس احنا مع التوقيت مو ما بدنا نكشف. يعني احنا دلوقتي حنكشف عليها. اوكي لانه هلا الساعة غادة 12 دقيقتين. ممتاز. فحلنا يمكن نكشف. حلنا فعلا. صح صح. اوكي طيب هنجيب بقى دلوقتي الشوكولاتة المبشورة اللي عندنا. بس قبل ما نجيبها هنعمل ايه؟ نعمل ايه؟ ايه؟ اهو من ادهني من هناك مرة. لا استني. طيب خلينا نجيب بس الفاين. هناخد بقى السكينة اللي عندنا نبعد ده بس شوية كده. خلي بالك بس لسه في شوية خليهم عشان نعمل بيهم التانيين. أوكي هنقطع الكلام ده كده. كل ده لازم نعمله قلنا على كيكة تكون باردة. باردة تمام تمامين. خلاص هناخد بقى دلوقتي الشوكولاتة اللي عندي كمان عايز تتقطع الطرف ده. هناخد الشوكولاتة اللي عندنا ونحطها كده. أحلى تصير بيت. حساه بيت بالجبل. صح؟ بسرعة. اوكي اكيد انت. هناخد بقى دلوقتي دول ونبتدي نحطهم فين الطبق هناك. نحط على بقى ده ولا ده مش عارفة. نحط على ده. بتعرفي انه كتير حلو حتى هاي اللي نازلين هيك انهم حلوين. البيت ما رح تخلي هيك شكل بيت؟ لا اوكي عاد والله حلو بيت.
بتشبه كيك جاهز كنا نشتريه زمان. اه والله صح؟ مش عارف هذا المثلث مين بعرفه؟ تذكره فيري نايس حبتيه؟ اها هاي النتيجة والله حلوة شكلها عن جد طلعت غادة بتفكر بشيء ثاني تماما أهل. يعطيك العافية بجنن غادة كثير أهلين وسهلين